السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. بسوي معكم اليوم مقلوبة، لكن مقلوبة مختلفة، مقلوبة التونة. ما شاء الله تبارك الله، لذيذة جدا وسهلة ومقاديرها بسيطة بإذن الله. والآن أبدأ معكم. أول شيء أبدأ فيه اللي هو غسل الرز. شوفوا غسلته كذا مرة، لين مرة صار البصافي بالمرة طلعت مادة النشا اللي فيه، لأن مادة النشا اللي بالرز هي اللي يخليه تلبد ولا يصير نثري ولا تصير حبته طويلة ولا شيء. فأنتم اغسلوه خواتي من 3 إلى 4 مرات لين تشوفون المصار صافي بالمرة. بعدين نقعوه ملح خشن وماء مغلي، ما في مشكلة، نص ساعة ساعة ساعتين، كل ما نقعتي الرز كل ما طالت حبته وزادت. لا تصدقون اللي يقولوا لا تنقعونه كثير ولا نقعوا 10 دقائق ولا ابد، قد ما تقدرين تنقعينه نقعيه ان شاء الله توصل الى 2 ساعة واكثر. الحين زي ما تشوفون حطيت عليه ملح خشن وصبيت عليه ماء حار، وبخليه لين اخلص من جميع المقادير يعني والطريقه كلها. شيء قليت بطاطس، قطعته مربعات وسط وقليته. شفتوا الحين بشيله وبحطه على ورق نشاف. امتص الزيت، شفتوا خواتي، احط القدر على النار، احط شوي زيت، لا تكثرون الزيت لان كلنا نعرف ان التونه فيها زيت، انتم لا تكثرون مره. لا اله الا الله. وقطعوا البصل شرايح، حطوه بالقدر لين يذبل وينحمس. شفتوا اذا انحمس البصل شوي، شفتوا بدا يتحمر. الحين بحط عليه ثوم ولا اله الا الله وزنجبيل مبشور عشان ريحة التونة. تعرفون كلنا نعرف نفس ماكلوز فرن شوي والتونة وهذا، فحطيت زنجبيل انا وثوم، ابى احمسهن مع البصل لين تطلع ريحتهن ويذبلن ويطلع كذا لون حلو من غير ما يصير اسود، بس يحمر شوي يحمر. الله يسعدكم يا رب. يعني الواحد صراحة يحتار ويبي شيء خفيف لطيف كذا عن اللحم عن الدجاج. فتو مقلوبة التونة هذه ما شاء الله ترى مفيدة، تونة كلنا نعرف فوائدها خاصة اللي عندهم نقص فيتامين د وهالأشياء هذه. وبنفس الوقت طبق خفيف سهل زي ما تشوفون، ذبل البصل وتحمر شوي طلعت ريحة الثوم والزنجبيل ما شاء الله تبارك الله. الحين بحط عليه طماطة واحدة كبيرة بشرتها بشر، تقريبا 3 ملاعق صلصة. خليهم يطبخ، خلي الطماط والصلصة تطبخ تنحمس تتسبك مع بعض. بالك بحط ملعقة واحدة من دبس الفليفلة بارد حلو، ان شاء الله يعطي مذاق روعه للحمسات خواتي والارز والهذا. شفتوا هذا هو، يقول عند المنتجات السوريه والفلسطينيه موجود متوفر بكل مكان. انا بحط البهارات، هذا كركم فلفل اسود بهارات مشكله وكمون، ضروري الفلفل الاسود خواتي مع التونه ومع الاسماك البحريات يضيع نكهه ويضيع زفرة وكل شيء. الحين بحط عليه شوي ماء بخليه يتسبك مع الحمسة، عصير ليمونة كاملة، وأحط شوي ماء، ماء حار شوي تقريبا نص كاس عشان تصير الحمسة لا إله إلا الله مرخية يعني بناشفة كذا. خلي بس يتسبك الطماطم مع الصلصة بإذن الله وأرجع أكمل أغطيها. الآن زي ما تشوفون تسبك كل شيء مع بعض، لا تنسون تملحونه اخواتي. لا اله الا الله. الحين بحط عليه فلفل كذا ابهر، وبحط عليه جزر مبشور، بسم الله الرحمن الرحيم. وبحط البطاطس اللي انا قليته، كبعني حط كل المكونات مع بعض. تحتاج زيادة ما زيد وشوي فنجان يعني كذا.
واسوه، خلوها طبقة. باجي سلق الرز، حطيت هالما بالقدر شفوه، احط ملح، ملح خشن، احط ماجي ابيض، تقولوا لي ماجي مضر لا تحطونه، اختياري اللي ما تبيه ولا تخاف منه لا تحط، لكن انا ما اقدر اغشكم واقول لكم ما احط، وذا انا استخدم الماجي الابيض والاصفر بطبخي، لكن انتم بالخيار، تبي تستخدمونه استخدموه، ما انتم مستخدمينه حرين كيفكم، بس انا ما اقدر اقول لكم ما حطيت وانا حاطه للامانه يعني. فهنا مع الرز الابيض حطيت ماجي ابيض وملح، وبحط زيت من زيت التونه عشان يطعمه ويطلع طعم السمك فيه. شفتوا هنا طبخ الماء، بحط شوي من زيت التونه، تقريبا علبه زيته طبعا، وبزيته طبعا، بزيده زيت، بزيد الرز زيت عشان يطلع معي الفلفل وحلو. حطوا طبعا المنكهات اللي انتم تبون، ورق غار، هيل، وذوقوا ملحوه، لازم تملحون الشي وتضبطون كل شيء قبل تكبون الرز اخواتي، تضبطون الملح والزيت وكل شيء. يبيله شوي ملح بس البخار ما يخليه. الحين ابكب الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا كبوا الرز، يعني اسلق الرز سلق، بسوي مشغول على قولة بعضهم، أبشخر وشخر تقريبا، أنا بطبخه 7 دقائق بعدين أشيله من الماء، أغطيها الحين وخليه يطبخ. شفتوا هنا أخواتي تجانس كل شيء، الحين بحط التونة، بسم الله الرحمن الرحيم، أكبه ووزعه وحركه على خفيف ما بيتنهرس بالمرة. وبالأخير أحط بقدونس وكزبرة خضراء من غير ما أخلطه، أخليه على وجه كذا من فوق. خلاص الحين وأكب الرز، هي أسهل من كذا؟ لا طبعا. شفتوا شلون؟ ما شاء الله. الحين بحط شوي من الرز، مو بكله، شوي، عندي تكنيك كذا حلو بسويه معكم، طبقة خفيفة من الرز مو بكله، ببدع لكم شوي بعدين أكبه. وش التكنيك يا ماما سارة؟ بحط شوي، حطيت مصفر مع شوي ماء وبرشه وخلي يصير الطبقة اللي فوق كذا ملونة، أحمر على أصفر على، شفتوا؟ خلاص الحين أحط باقي الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا الرز شلون حبته ما شاء الله؟ شفتوا طوله الحبة؟ شفتها؟ شفت الطول؟ شفت شلون نثرية وشزينة؟ فأنتم نقعوا دايما الرز بملح يصير أبيض ونثري وحبته، وش طوله وش زينة، وش رز تمام سارة؟ وبوكاس، وبوكاس، بس أنتم دوروا القديم دايما، حطوا القديم خواتي، لا تشتروا الجديد، جديد ينهري ويستوي ويتلبد ولا هو بزين، فأنتم خلوا تاريخهم من 2015 وفوق. لبدوا خواتي بالملاس عشان إذا قلبتوه يجي قطعة واحدة كأنه كيكة، فأنت برصوا بالملاس كذا عليه. الله تبارك الله ما شاء الله، مبتدئات حبيباتي بنيات، هذه مقبلتنا على زواج ولا توهن متزوجات، خلوكم ماما سارة، خلوكم مع ماما سارة وتضبطكم بإذن الله. رشوا شوي زيت زيتون عليه، شوي احتياط سبحان الله، نغطيه ونخليه من 20 دقيقة إلى نص ساعة على نار هادية بالمرة، ولا حطوا فوق العين صاجة عشان ما يحترق يستوي. شفتوا البخار بدأ يطلع، خلاص سكروا عليه. سلم يديات سيما بسارة، جعلوا بالعافية ما شاء الله تبارك الله، مقلوبتنا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شفتوا طلعت بخار كذا، معناته خلاص صارت جاهزة، الحين بقلبها معكم ووريكم. شفتوا برفع كده الحين، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شلون حط زينب الليمون. طريقة التزيين خواتي أنتم لكم الخيار، تحطون اللي أنتم تبون واللي أنتم تفضلون، بحط ليمون أنا، وهنا بصل أنا مكرملته،
حطيته بالفريزر، قليته حطيته بالفريزر أزينه به. قطعون بقدونس تحطون على الوجه، قطعون. شوفوا الرز، شفتوا اللون؟ أوريكم ألوان الرز شلون نثري تفلفل وش زينه. الله الريحة خواتي، إنه ما شاء الله تبارك الله، بشهادة عيالي من يوم شيء فاخر، الريحة وصلتنا لين المجلس ما شاء الله تبارك الله.